أشهد أن لا إله إلا الله، ثلاثة أمور أوصيك بها، أولها حق الله عز وجل، وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك، وثالثها حق العباد. فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه ولم تظلم نفسك ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين ولم تؤذي خلق الله، فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما. أما حق الله فأوصيك إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك وأطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك، وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك، وأنه ليس هناك أحد أولى أن تفكر كيف تقوم بحقه أعظم من الله سبحانه وتعالى، الذي خلقك في ظلمات ثلاث وتكفل برزقك وأخرجك سليما معافى، والله سبحانه وتعالى الذي سخر لك الأرض التي تمشي عليها والسماء التي تستظل بها والخيرات التي تطعمها وتشربها. فالله الله في حق الله عز وجل، تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا. ومن فرغ قلبه لله كفاه الله كل شيء، ومن فرغ قلبه لله تولى الله أمره. أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك، وأنه إله الأولين والآخرين، وأنه جبار السماوات والأرضين، وأن بيده حياتك وموتك وصحتك وعافيتك وغناك وفقرك، وبيده كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ففر من الله إلى الله، وعظم حق الله، واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب أو يسمع منك ما لا يرضى، واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية في غير طاعته، أو تنتهك بها حدا من حدوده، أو تضيع بها حقا من حقوقه. فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله، فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب رحمته وجعلك من السابقين إليه. فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعصمته، فعرف أين يضع لسانه، وعرف أين يضع قدمه، وعرف ما الذي يشغل به جنانه، وما الذي يشغل به جوارحه وأركانه. ما خلقك الله لتلهو مع اللاهين، ولا خلقك سبحانه لتغفل مع الغافلين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا سمعت داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فشمر الجد أن تكون أسبق الخلق إلى الله. إذا سمعت النداء إلى الصلاة وأردت أن تحفظ حق الله فبكر وبادر، وإن استطعت ألا يفوتك الصف الأول فافعل، وإن استطعت ألا تفوتك تكبيرة الإحرام فافعل، وإن استطعت ألا تسمع القرآن إلا خشع قلبك وذرفت من خشية الله عيناك فافعل، فإنك إن فعلت ذلك أحبك، وإذا أحبك أدناك، وإذا أدناك سددك ووفقك،
وألهمك الرشد في دينك ودنياك وآخرتك. حق الله، أي شيء أحدثك عن هذا الحق العظيم الذي هو أساس الحقوق وعليها مدار الصلاح والفلاح في دينك ودنياك وآخرتك. ولا أزيد على كلمة وصى الله بها الأولين والآخرين مذكرا إياهم بهذا الحق العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى ورعيته.